السلام عليكم. اليوم بدي أعلمكم على طريقة كتير سهلة بكيفية فصل محتوى البيضة عن بعضه. مثل ما شايفين عنا بيضة هون، بدنا نفصل المحتوى عن بعضه. في ناس بتعرف تفصلهم وفي ناس ما بتعرف، في ناس بتفصلهم بطريقة خاطئة وبينخلط اللونين مع بعضهم. أنا رح أعلمكم طريقة كتير سهلة لنقدر نفصل اللونين عن بعضهم. بس قبل، إذا أول مرة تدخلي لعندي على القناة ومحتوى القناة عجبك، عليكي فقط إنك تشتركي بالقناة وتفعلي الجرس الأحمر اللي موجود تحت الفيديو. بهذه الطريقة بتكوني طبعا اشتركتي عندي بالقناة. موضوع كتير كتير سهل. نحن علينا فقط نجيب البيضة. هلأ في ناس بتكسر البيضة وبتفتحها، تعملها بطريقة الميزان و تفصل اللونين عن بعضهم. أنا رح أعلمكم طريقة أسهل وأسرع ومضمونة 100% لحتى ما ينخلط اللونين مع بعضهم. مثل ما شايفين هيدي البيضة، علينا فقط نعمل من هون فخت، يعني نفخت البيضة من الرأس. أنا رح أفختها. بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. بهيدي الطريقة هلأ أنا فختها. إذا عملت للبيضة هيك مثلا نزلت، رح ينزل ولكن ما رح ينزل الكمية اللي أنا بدي إياها. هلأ أنا شو رح أعمل؟ رح أرجع من الميل التاني من تحت، كمان رح أكسرها لحتى فضي الهواء اللي موجود بقلب البيضة. يعني أنا لازم أكسرها من فوق وأكسرها من تحت لأقدر فضي الهواء اللي موجود بقلب البيضة. أنا بهيدي الطريقة بكون عم ساعد البيضة لحتى تظهر بكل سهولة بفختها من الميل التاني. رح نقلبها شوي ونفختها بهاي الطريقة. نحنا منكون هون فختناها من الميل التاني مثل ما شفنا، يعني صار عنا صارت مفخوطة من الميلتين، من هيدي الميلة ومن هيدي الميلة. هلأ لاحظوا تنزل بكل سهولة، بكل سهولة. أسهل طريقة لفصل محتوى البيضة عن بعضه. لاحظوا بسرعة بسرعة بينزل بكل سهولة. لا بدنا نكسر البيضة من النص ولا بدنا نقعد نشتغل فيها. وفي ناس ما بتعرف وفي ناس بتعرف هلا في ناس بتعرف هيدي الطريقة بس قليل جدا طبعا اللي بيعرفوها. نحنا هلا طبعا فصلنا المحتوى كله عن بعضه، خلصنا. هلا بقي هون جوة البيضة المحتوى الأصفر، محتوى البيضة اللي لونه أصفر. هلأ هون نزل شوية قشر من البيضة منشيله. هيك نحنا بيكون عنا زلال البيض فصلناه طبعا، فصلناه هون عن بعضه. هون البيضة صار عنا اللون الأصفر اللي بدها طبعا تشتغل بهيدا المحتوى. تقدر تفتح تاني كمان بهيدي الطريقة. وهيك نحنا بنكون فصلنا البيضة بطريقة كتير كتير سهلة وكتير عملية ومن دون تعب ومجهود. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو المتواضع. مع تحية جمانة، إلى اللقاء.